واش نحوي لكم اليوم التنويشة حسوا بالكعابر شو قولكم؟ باش نستحقوا بيان سور الحم مفروم باش نستحقوا طماطم ذي طماط كونسنتري الليمون الثوم لازم تكون مشخشخه بالثوم النعناع بيان سور فلفل بلعبيد نجم تزيد نجم ما تزيدش الهريسه العربي والفلفل الاكحل والملح وشويه زيت زيتونه وباش نبداو بتفويح الكعبر نتاعنا باش نجيب الصحفه باش نحط الحم مفروم نتاعي باش نفوحو باش نبدا بالملح باش نحطو النعناع الشايح باش نعملو هكا خاطر يفوح على الاخر نجمو هنا يزيدو الهريسة العربي باش نحط مغرفة تبلو كروية اللي محتاجش فيها في ليزانغريديون وباش نحط شنو اخر شوية فلفل اكحل شوية تونة متكثروش باش نحط الثوم متاعي باش نحط برشا ثوم نحبها مشخشخة نجمو تعملوهم قبل برشا نسيت شويه هريسه زيد هريسه تويكا باش نخلطو هذا وباش نعملو الكعبرات الصغيرونات نتاعنا الحاجه الاخرى اللي بنت اللي لي زبيس اللي نستعملهم الكل تعملهم ماما في الدار دونك كل شيء ديري دونك مانيش باش نعملو كعابر ياسر كبار نغسلو الجينا قبل بيان سور عملت 250 غرام تنجمو تعملو اقل اما بور 4 بيرسون ولا 5 بيرسون سي بون باهي ولا حتى تنجمو تعملوهم تقليوهم من اللول تنجمو تقليوهم من اللول ومن بعد تاخذو بارتي طيبو بها اليوم وتخليو الاخرى في الفريجيدير طيبوها مره اخرى المهم ردوا بالكم تخليو الفيون داشي في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور وهي هكاك لازم تطيب قبل وما تعملها بنادق تعملها حاجه تعملها لحم مفروم باش تعمل بها لازانيا طيبها قبل ما تردوا بالكم تخبيه خاطر يولي كونسيريجي فوالا كملوا الكعبرات نتاعنا توا باش نقليهم في الطنجره كما قلت لكم قبل ما نحط المرقه نتاعي صالتي دايا وتوا باش نبداو نعملو لي زيتاب لي قلتلكم عليها باهي دونك باش نحط شوية زيت فوالا نخليه يسخن شوية ونحط الكعابر نتاعي نحطو لي بولات نتاعنا نخليهم يتقلاو نحبو الصوت هذايا بنين ريحته بنينة وعليه هكا وشقال الفترة مازالو قد الوقت توا في راس قاعدين نصورو الأربعة خمسة غير أربعة دونك مازالو اسك ساعتين ساعتين وشوي باش يتحمرو يخرجوا كلبنا نتاعهم ومن بعد الزيت هذاك باش نكمل نطيب فيه الحسو هما ما نخليهمش من الاول باش ما يوليوش ياسر شايحين دونك نخرجهم ومن بعد في الشطر تيب نعاود نرجعهم نخليهم هكا يتقليو باش ما مسخش الدنيا طيب باش نحيهم ريحتهم يا ربي ما نحبش نشهيكم فوالا دونك حتى ما استعملتوهمش الكل نجمو تاخذوا كان اشترك هاو معناتها وتخليوهم في الفريجيدير ما يجرى لهم شيء بي هادو ما باش نزيدهم شويه زيت فوالا مغرفه طماط انا راه نعمل كيف ماما ما تقلي تقلي الطماطم قبل فما شكون اللي ما يقليش احنا نقلي هريسة عربي شوية كيفكم ما تاكلوش الحار ما تحطوش هريسة عربي باهي توا باش نفوحو
باش نحط طيب لو كرواية، باش نحط ملح، وقراو حسيبكم ما تملحوش برشا. وتوا باش نحط الماء سخون، وباش نخليها تغلي. فوالا، خليوها تيب على روحها. ونعملوا حاجه اخرى، الحسوم تاعي قاعد يطيب، المرقه قاعده تقبض. تويكا باش نحط الكعابر وباش نزيدهم الثوم. حطيتهمش الكل، نجم تحطوا الكل، نجم ما تحطوش. زيد الثوم باش نزيد الثوم، خاطر هو اللي باش يبنى، باش يزيد البنان. هي بنينه شنو اخر؟ طبعا خليها تبقق شوية وتشرب البين بتاع الكعابة الكل. من بعد باش نحط ثلث ماء ونزيدو غرفة صغيرة فرينة ونخلط بالكدا ونصب حتى كش تولي عامدة. دونك باش ناخدو غرفة فرينة باش نزيدوها الماء فوالا ونخلطوها. ديما ليتاب هذيا اخر ايتاب في الحسوم، خليوها يطيب مدة 20 مينوت. فوالا باش نحرك، خليه يبخبخ شوية ونزيدو الليمون. توا باش نزيد الفلفل بلعبيد. فوالا نزيد الليمون تاعي، باش ناخذ هدايا اللي قصيتو وباش نحطو. ما تملحوش برشا راهو خاطر الليمون ديجا مالح. اش نعملو توا؟ واش السحرية؟ اللي هو النعناع الشيح. دونك للمرأة اللي تخدم وما عنديش وقت باش طيب حاجة تقعد برشا وكل ننصحها بها هذه تكة دي كافيش. فوالا السوق نتاعي حضرت هنا، دونك توا نستناو شقان الفطر باش نذوقوها.